السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. دعت مبادرة بعاث الحركة الاعتقية إيرا الرئيس البريطاني محمد بن عبد العزيز إلى التراجع عن تصريحاته الأخيرة في مدينة النعمة بخصوص الاسترقاق، واصفة إياها بالعنصرية واللا أخلاقية تجاه إحدى شرائح المجتمع. وأوصت إيرا خلال بيان صادر عنها شركاء الخارجين باتخاذ أقصى درجات اليقظة في مراقبتهم للقادة الموريتانيين الحاليين في تقريرهم الخاص بإدارة النزاعات التاريخية وبصفة خاصة جانبها المرتبطة بالمساواة والإصلاح. نظمت بالعاصمة نواكشوط دورة تكوين لصالح المرشدين الاجتماعيين العاملين بوزارة العدل تبحث قوانين حقوق الطفل، ويتولى التكوين عدد من الخبراء القانونيين الموريتانيين ويستمر 5 أيام، سيتم خلالها عرض مختلف القوانين المتعلقة بالطفولة. عبر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد محمد المحم عن الاستعداد الكامل للانخراط في الحوار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز خلال خطابه الأخير في مدينة النعمة، وقال إنه سينطلق في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع. وقال المحم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الاتحاد من أجل الجمهورية كان جاهزا ومستعدا في كل مرة للحوار. ناقش عدد من الكتاب والباحثين خلال ندوة في نواكشوط وضعية أدب الأطفال في العالم العربي مركزين على النموذج الموريتاني، واستعرض المشاركون في الندوة المنظمة من طرف مؤسسة بلاد شنقيط للثقافة والتنمية أبرز خصائص وملامح أدب الأطفال وتاريخ ظهوره. نهاية الموجز. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من المواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6 نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.